صباح الخير من ام تي في الايف للمشاهدين بلبنان بمختلف انحاء العالم. اسبوع جديد بيطل علينا، بتامل انه يكون اسبوع مميز كله نشاط وحيويه. نهار التنين الكل بيعتلوا همه، بس يمكن خلينا نسميه غير تنين، شو رايك؟ ونغير له التسميه، بلكي ما بيعود الوعد قد شو فينا نسميه؟ عتلين هم التنين، نسميه ثلاثه يعني، شو فرقت؟ انا بفضل سميه السبت. منيحه. او الجمعه. ايه منيح، كل يوم جمعه وسبت ما بتزبط، بدك بدك تنقي. كيفك اليوم؟ الحمد لله. كيفك انت؟ الحمد لله. شو عنا اليوم؟ اليوم مع رندا فهد بدنا نحكي عن المأكولات المجلده، واليوم في معنا شيف جاد وبده يحضر لنا وصفه مع الدجاج والفريكه. ومواضيع كثيره اليوم بام تي في الايف فاميلي. رح نحكي عن التيتا وجده وعلاقه الاولاد وقد ايه اهميه انه يكونوا هلا صيفيه محاطين. يعني ما في مدارس، وهالعلاقه لازم تكون كتير كمان متوازنه، يعني بين الاهل وبين التيتا وجده او بين الجد والجده، ولكن صعبة دورهم بحياه الاولاد كثير كثير مهم. والولد يلي عنده تيتا وجده وعنده علاقه منيحه معهم هو ولد منفتح اكثر، متوازن، عنده افق اكثر ومتوازن بين اكثر. ومواضيع عديده ثانيه. واقفه بنكون مع اب تو ديت. البدايه مع اكتشاف طبي جديد، نوع جديد من الادويه بيرفع نسبة البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الثدي. سمح إذا نوع جديد من العلاج بتحسن كبير بنسبة البقاء على قيد الحياة لنساء دون الستين بيعانوا من أكثر أنواع السرطان شيوعا على ما أعلن الباحثين بشيكاغو. وأظهر هؤلاء العلماء اللي عرضوا نتائج تجربة سريرية عالمية أنه إضافة دواء جديد يدعى سيسلين إنهيبيتور إلى العلاج بيسمح برفع نسبة البقاء على قيد الحياة 70% بعد 3 سنين ونص. وكانت نسبة الوفاة لمريضات تلقوا هالعلاج أقل من 29% مقارنة مع اللي حصلوا على عقار وهمي، على ما أظهرت النتائج اللي عرضت خلال المؤتمر السنوي لجمعية علم الأورام السريرية اللي جمع خلال عطلة نهاية الأسبوع خبراء دوليين بالسرطان. وركزت الدراسة على مريضات بيعانوا من سرطان الثدي بتفاعل مع بعض الهرمونات وبشكل ثلثي الإصابة أو الإصابات بهالمرض لدى النساء قبل انقطاع الطمث، يعني قبل المينوبوز، على ما أوضحت المعدة الرئيسية للدراسة سارة هورفيتش. خبر حلو. استيقظت مدينة جونيا صباح يوم الأحد على طوفان هائل لمياه المجرير ومياه الشرب يلي غزت طرقاتها وأسواقها، بالوقت يلي عم تشتكي فيه أهالي المدينة من انقطاع المياه بمنازلهم. ونشرت مجموعة جوني أونلاين عدد من الفيديوز والصور يلي بتفرجينا المأساة يلي عم بيعيشها أهالي جوني نتيجة أشغال بشبكة مياه قديمة، حيث يبدو أنه هنالك أخطاء حصلت بهالأعمال وهالشي أدى إلى حدوث هالكارثة. وبالتفاصيل أنه خلال القيام ببعض الأشغال وأعمال الحفر بجوني، عم تشوف الفيديو، أدى كسر بأحد الأساطيل إلى إغراق شوارع جوني بالمياه. وبسرعة أكيد عناصر وفرق بلدية جوني تدخلت لإصلاح العطل وتنظيف شوارع المدينة. مش مسموح، ما عرفنا شو صار، بس بعدين إذا اليوم أي بعدها طايفة ولا شيء مش مسموح. منبعد هلا كثير على المدينه الافضل نحو العالم، حول العالم. نشر موقع المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير عن جوده الحياه ب 56 مدينه عبر العالم، وتصدرت مدينه زوريخ السويسريه اللي تعد اكبر مدن سويسرا واقربها الى المانيا قائمه اكبر 10 مدن من حيث جودة الحياة. وجاءت مدينة ويلينغتون بنيوزيلندا بالمركز الثاني بالتصنيف لعام 2019، أما المرتبة الثالثة فراحت لكوبنهاغن الدنماركية، والمركز الرابع أنا عم عجل مش عم نقدر نستمتع بالصور سوري. أما المركز الرابع فهو لمدينة إدنبرا عاصمة اسكتلندا بالمملكة المتحدة، وجاءت فيينا العاصمة النمساوية بالمركز الخامس، وهلسنكي العاصمة الفنلندية اللي احتلت المرتبة السادسة.
بعنوان مصر بتفطر بالعاصمة، قررت شركة العاصمة الإدارية نهار السبت تنظيم حفل إفطار بمصر ليكون أطول مائدة إفطار رمضانية بالعالم بطول 3000 متر وبحضور 7000 مشارك. وصرح العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية بأن القائمين على المشروع نظموا أطول مائدة إفطار بوجود ممثل لموسوعة جينيس للأرقام القياسية سعياً لتحطيم الرقم القياسي العالمي، وأكد أنه هالإفطار شهد تواجد كل العاملين بالعاصمة الإدارية بكل المجالات المختلفة بالإضافة إلى عدد كبير من المواطنين من مختلف الطبقات يلي بتمثل الشعب المصري. أقصر رحلة بالعالم من الإمارات، أكبر طائرة بالعالم بأقصر رحلة ممكنة. أعلنت مجموعة طيران الإمارات عن خطة لإطلاق أقصر رحلة بالعالم على متن أكبر طائرة تجارية بالعالم من نوع إيرباص A380، وقالت أنه من المقرر أنه تنطلق الرحلتين يوميا من هالطائرة بين مدينة دبي ومطار مسقط الدولي بعمان وبعمان، ومشيرة إلى أنه أول رحلة رح تنطلق بالأول من تموز. وتابعت بتغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، الرحلات على متن A380 رح تدوم لمدة 8 أشهر. يشار إلى أنه المسافة بين دبي ومسقط ما بتتجاوز 340 كيلومتر، وهي بذلك مسافة أقصر من طول جميع الأسلاك الموجودة بهالطائرة وفقا لشركة إيرباص، بتمتد أكثر من 500 كيلومتر ولو تم فردها بخط مستقيم. وتعد هالطائرة أكبر طائرة ركاب بالعالم. رح نشوف سوا صورة اليوم، مسيرة صلاة بجديدة مرجعيون لو ناسبت انتهاء الشهر المريمي، والطقس شوب 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 كل هالأسبوع، كتير شوب، قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة 30 درجة والريفيل 36-35 اليوم. لحظات بنكون مع أوتو فوكس ومنتبه نحن وياكم MTV Alive.